لعلو ليه حطين العمود بالطريق ولك لعلو؟ ايه طرطور وينك انت وانا؟ بيتك هون تعال سلامك شلونك رايح جاي عم تفوت بالعمود؟ سكوت يا طرطور عم كب مي قدام المحل عم لبسته للزعيم سطل المي بدون ما ادري بدون قصدي كمان عم مدحني كف حول عيوني حول يعني انت لا مزعوج منه للزعيم اعوذ بالله يا طرطور انا ما بنزعج من الزعيم انا روحي وعيوني فداه بس اللي زعجني صرت مشتهي اشوف واحد لوحده ماشي بالطريق غير كلهم اثنينات اثنينات حتى من يومين فكرت اني اتجوز على مرتي بدي اتجوزها نفسها وين رايحة؟ عالمطبخ. مشان شو المطبخ؟ لك بدي خيارة. هلا بس نخلص بعطيك خيارة وتفاحة. يلا. تعي فوتي من هون. يلا نعم. لك وينك؟ وين رحتي؟ لا أنا خيارة. لا خيارة بس لا خيارة. بفوتي على المطبخ. تعي هون. روحي للمرا عم تولد. فوتي. إن شاء الله تعرفي تولدها هدايا خفاني. بس طولت. شو طمنيني مبروك مبروك الله يبارك فيكي شو اجاك بنت شو بنت فلقت قمر والحمد لله على الخلقه التامه الحمد لله على الخلقه التامه بس يعني شو رح تسميها عم فكر اسميها صبحه على اسم خالتي فوزيه